بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. ولحظة شوي، اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن شلون نقدر ناخذ متغيرات، أو بلا صح شلون نقدر ناخذ معلومات من مستخدم معين عن طريق اللي هن المتغيرات أو أيا كان. تمام، الطريقة بسيطة، نستخدم أمر اسمه ريد. لكن إحنا لا، من اليوم مصاعد راح نبدأ فعليا باللي هو التفكير، أو التفكير بالبرمجة. موضوع انك تاخذ بيانات مستخدم موضوع ترى مو بسهل. تمام، ليش؟ لانه انت لازم تفهم المستخدم ايش انت محتاج منه، وبعدين لازم تاخذ البيانات من المستخدم وتستخدمه بالطريقه الصحيحه. طيب احنا ليش ناخذ بيانات المستخدم؟ ايش نحتاجه؟ هناخذ مثال. لو انك عندك ملف شل، ملف شل هذا برمجته انه ينزل برنامج فايرفوكس مثلا، وحاب تتاكد ملف الشل هذا يشتغل على توزيعه ابونتو. ليش؟ لانك مثلا بالابونتو تنزل عن طريق ابت كيت، بينما على الفيدور تنزل عن طريق واي يو ام. فانت تسال المستخدم، تقول له توزيعتك ابونتو او فيدورا، تساله. ففي حال انه كتب ابونتو يقوم ينزل البرنامج الابونتو، في حال انه كان فيدورا يقوم ينزله للفيدورا. هذه هي فكره. تمام، خلونا نشوف شو نقدر نسوي. طبعا كالمعتاد لازم نسوي الشيبانج بن باش، وبعدين نبدا نشتغل. الامر بسيط جدا اللي هو ريد. ريد هذا له اكثر من خاصيه، له تقريبا اللي انا اعرف ثلاث خاصيات. الخاصيه الاولى اللي هي تي. التي هذه معناتها تايم اوت. التايم اوت هذا هو عبارة عن وقت انتظار للمستخدم بالثواني. فانتظروا حنا 5 ثواني، هل بيعطينا وجه؟ اذا اعطانا وجه اوكي، ما اعطانا وجه احنا ممكن نكمل ونترك المستخدم لحاله. ايضا في عندك اللي هو بي، وهو اساسي ولازم نستخدمه، اللي هو بروموت. تمام، البروموت هذا هو الرسالة تظهر للمستخدم، يعني بتسأل المستخدم سؤال تحط له بروموت. في عندنا اللي هو اس، الخاص بالسكيور او السكيورتي، بحيث ان المستخدم اي شيء يكتبه ممكن انه ما يظهر. زي ما انتم عارفين لما اكتب سود ومثلا اضغط انتر فيسالك على الباسورد، الباسورد ما يظهر، يحفظ منك لكن بدون ما يظهر الباسورد. هذا هو الاس. خلونا نبدا ونشوف. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نستخدم البي ونكتب علامات تنصيص اللي هو السؤال اللي حابين نساله. نقول وات از يور مثلا نيم، يور نيم. اوكي، بالشكل هذا. احنا ما راح نستفيد ترى من ريد الا في حال ان حطيناه بمتغير، لذلك احنا راح نحط متغير اسمه نيم، متغير تكتبه مقابل ريد، بحيث انه اي شيء يكتبه المستخدم يحفظ بالمتغير نيم. لو احنا ما سوينا بالشكل هذا احنا ما راح نستفيد. اوكي، خلونا نسوي ايكو يور نيم. خلونا نسوي علامه تنصيص عشان التنظيم فقط. يور نيم از نيم. اوكي، نحفظ الان ونجرب. خلونا نشغل ملف الشل. زي ما انتم شايفين طريقه تشغيله، ملف الشل اسمه شل. نضغط انتر. وات از يور نيم؟ اسمي عبد المجيب يا استاذي. عبد المجيب. اضغط انتر يقول لك يور نيم از عبد المجيب. هاي حلوه صح؟ طيب احنا شلون نقدر نحط متغيرات بالريد نفسه؟ احنا ممكن نستفيد من المتغير الاول ونحطه باقي المتغيرات، شلون؟ لانه احنا فعليا نقدر نسال اكثر من سؤال ونحفظ المتغيرات، ما دام الشل يشتغل فمتغيراتنا محفوظه في حال اننا ما مسحنا المحفوظه المتغيرات بطريقه معينه، وحنتكلم عنها مستقبلا. اوكي، خلونا نشوف شلون. ممكن اساله سؤال ثاني، نقول ريد بي هاو old are you، وبعدين نحط اسمه مثلا. هنا نقدر نقول هاو اولد ار يو عبد المجيب. ليش؟ لانه اساسا احنا نعرف ان اسمه عبد المجيب من المتغير الاول، فممكن نحطه بالشكل هذا. وبعدين نسمي هذه ايج اللي هي عمر. ممكن نسال عن حاجه ثانيه اللي هي المكان، مثلا وير ار يو فروم بالشكل هذا. وبعدين نساله حتى نحط اسمه وير ار يو فروم عبد المجيب. من هنا نكتب مثلا فروم، مثلا متغير نسمي فروم. نحفظ الان ونقدر نسوي عرض البيانات بالشكل هذا. echo your name is، وبعدين نحط name. نقدر بدل نكمل and you are نحط العمر age. نقدر نقول مثلا and you are from، ونحط from، نحط خلاص نقطة هنا. نحفظ الان ونشوف الشغل ملف الشل. راح يسالنا 3 اسئله وبعدين راح يعرضهم لنا. وات از يور نيم؟ اسمي عبد المجيب يا استاذي. بسم الله، هذا اسمي عبد المجيب. هاو اولد ار يو؟ عبد المجيب. لاحظ انه سالني مع الاسم. ليش؟ اساسا احنا حطينا متغير هذا نيم هنا. لما حطينا نيم هنا قال اوكي عرفت اسمك، اسمك عبد المجيب. نقول عمري 24. نضغط انتر. وير ار يو فروم؟ اقول لك انا منين؟ انا من السعوديه، سعودي اريبيا. نضغط انتر. لاحظ انه قال لك يور نيم از عبد المجيب، يو ار 24 years and you are from Saudi Arabia بالشكل هذا. بوب، تمام، صح، سهل. اوكي. لنفترض انه في سؤال او في حاجه انت حاب تتخطاه، شلون تتخطاه؟ لو المستخدم طول ما كتب بياناته، اوكي،
او انك ممكن تحط ثواني معينه، عدات ثواني معينه زي ما تكلمت عن ابو شيء قبل شوي، التايم اوت، تحط علامه تي هنا قبل البي، فنقول ناقص تي ونحط الوقت اللي هو مثلا 5 ثواني. الان لاحظوا معي انه لو انتظرت 5 ثواني ما كتبت راح يتخطى السؤال هذا ويسال سؤال ثاني. نضغط انتر واتجر نيم، وما بيعلمكم ولا يا جماعه، حط السؤال لبعضه. لاحظوا راح يتخطى الحين هاو اولد ار يو، اوكي هنا ما راح يتخطى، لازم اقول له عمره 24 واني مثلا فروم كي اس اي اللي هي كينجدوم اوف سعودي ارابيا. انتر. لاحظ ان الاسم طلع عندنا فارغ هنا. ليش؟ لانه احنا ما ادخلنا اسم اساسا. نجي للنقطه الاخيره بدرس اليوم اللي هي السكيور. فممكن انه مثلا نفترض انك مسوي برمجه وفيها باسورد، اوكي، فممكن تسال على المستخدم الباسورد حقه، فممكن تقول ريد اس بي الاس. الان لاحظ انه لو كتبنا اس ما راح يظهر المدخل اللي احنا دخلناه، مثلا باسورد بالشكل هذا نحطه باس. الان لو جينا هنا وشغلنا الملف، لو اكتب بيدين ورجلين ما راح يظهر شيء. شوفوا انتر ما يظهر شيء، ليش؟ لانه هو الان اخذ المعلومات من، بس ما ظهر شيء لانه حطيت اس انا. طيب شلون نظهر البيانات هذه؟ نقول ايكو باس. الان لو جيت وحفظت المعلومات هذه وبعدين جيت ودخلت هذه وكتبت باسورد معين وضغطت انتر، ظهر الباسورد عندي هذا هو هنا. طيب اكيد في جاكم سؤال سريع كذا، وشلون نحتفظ بالباسورد؟ ان شاء الله مستقبلا راح اعلمكم طريقه شلون نحتفظ بالباسورد بمكان معين، ونعطي تصريح معين يكون امن بعيد عن الوصول، شلون اقدر اسوي مقارنه هل الباسورد صحيح ولا خطا. انتهى درس اليوم، اتمنى انكم استفدتوا، ابي اشوف امثله تطبيقات ارسلوه لي، ما عندي مشكله. شكرا للي ارسلوا لي، واسف للي ما قدرت ارد عليهم. تمام، وصلت رسالة ملفات شل، في ملفات شل قدرت اني اعدله وارسلكم اياه، وفي ملفات شل ما قدرت، ما اعطان يعني ما في وقت. شكرا لكم والى اللقاء.